صحيح أنه أبي وأخي استشهدوا، لكن هذا الشيء ما دفعني لأحمل السلاح بقدر ما دفعني لأحمل المصابين وحاول أنقذهم مصير أبي وأخي. وأنا بقيت هون من شان الحياة. كان خيار الهروب من الموت وارد، لكن خيار الدفاع عن حياة أهلنا هو الأمل. أنا صغير بس أنا بعرف أنه هيقصفونا كرمال نترك لهم بيوتنا وبلادنا، لكن أنا وعدت رفقات الشهداء في الصف أنه ما رح نروح وتركن. مين رح يسقي قبورن إذا أنا رحت؟ طيب يعطشوا. يا ابني قضيت كل عمري شبعانة بس مكسورة وخايفة. هلأ يمكن تمر علينا أيام نبرك فيها ونجوع، لكن ما عاد. الطيارة تخوفنا، الطيارة بتخوف بس ما بتزل، بتحس تحتها إنك بطل لأنه بتعرف إن الطيار هو اللي خايف.